البيان اللي صدر عن وزارة الشؤون الخارجية الأمريكية بيان منطقي، لأن الولايات المتحدة تتبع خطوة بخطوة التطورات في تونس وظاهرة جديدة منذ يوم الاثنين الماضي، إيقاف راشد الغنوشي والبعض من رفاقه داخل الحزب يؤكد على تصعيد السياسة التونسية في تقييمهم من أنها أصبحت تهدف الأحزاب السياسية وليست فقط تتبع الأحداث العامة وتوقف الأفراد. فهذه الخطوة التي تتجه إلى أركان الطبقة السياسية بالنسبة لهم كيف ما هو الحكم في الدول الأوروبية تطور خطير على أساس الخيار الديمقراطي الأساسي التونسي. ثانيا، لا نستبعد أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية تربط بين عمدة العلاقات مع سوريا من طرف تونس وعمليات التي تستهدف حزب النهضة، نظرا للمسؤوليات للأحزاب السياسية المتطرفة في ضرب النظام السوري والدولة السورية بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية. هذا احتمال لا يجوز أن نستبعده في هذه المرحلة، السورية بمساعدة الولايات المتحدة.